مرحبا أصدقائي، إذا عندك ميتور وسبق قبل هالمرة وطلعت بشارع رئيسي من شوارع المدينة بدون خوذة، فحابب أقول لك مقدما العوض بسلامتك أول شيء، لأنه حتى لو البوليس ما وقفك فالكاميرات لكم. خلينا نشوف سوا بهذا الفيديو كيف بدنا نفوت ونشوف المخالفات يلي علينا يلي لقطتها الكاميرا. منفوت أول شيء على الإي دولة تبعيتنا، منفوت على زر البحث، منكتب جيزا ومنكبس على زر البحث، بيطلعونا هدول، منهم منختار أراتش بلا كسنا يازلان جيزا صور بولما غيرتشي كيشي، يعني المخالفات يلي طالعة على الميتور يلي باسمه أو السيارة يلي باسمه. فبتفوت عليها مثل ما أنا ملاحظين هون، أنا طالع عليها مخالفتين، المخالفة الأولى بتاريخ 22/4/2020 والمخالفة الثانية بتاريخ 25/3/2020، كل وحدة 132 ليرة. خلينا نفوت على وحدة من هذول المخالفتين، راح نفوت على الفوقانية، هن اثنيناتهم نفس الشيء مثل ما أنا شايفين هون، فوق كاتبين التيجي، تحت كاتبين نمرة الميتور، تحت كاتبين توتانك سيري سران نمرس، تحت كاتبين الجزاء توتر، يعني مقدار الجزاء قديش المخالفة 132 ليرة، وين تنظمت هاي المخالفة بهاتاي، وتحت كاتبين دوزين لديير، يعني وين المحل يلي انلقطت فيه وانت مانك حاطط الخوذي، باين كاميرا. مثلا هون حاطين اتاتورجا ديسي اورمان اشليتمي كاوشال، يعني عند مديريه الغابات بانطاكيا. جزاء تاريخي، ايما التاريخ الجزاء 22/4/2020 الساعه 15:24. جزاء مادة لري، وهي هي الاهم، 37-1 بي. لما بتقرا هذا الكود 37-1 بي، هذا معناته انه سايق ميتور بدون خوذه. هاي الجزاء يلي هي 132 ليرة، إذا دفعتها انت خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ فما بيجي عليك إلا 99 منها، بيعملوا لك عليها حسم. بتقولي طيب أنا ما تبلغت فيها وهي صار لها كتير، في فيديو تاني رح ينزل عن كيف بندفع هاي الجزاء وبنستفيد من الحسم 30%، بأنك تقولن للجماعة أنه أنا اليوم لحتى فت على الإي دولة وشفتها فاليوم تبلغت فيها، فبتصير بدل ما تدفع 132 بتدفع 99 ليرة. رابط هذا الفيديو بتلاقوه تحت بصندوق الوصف، بس تخلص حضور هذا الفيديو ممكن تحضر هداك الفيديو كمان إذا لقيت مخالفات عليك. فوتوا تفقدوا الإي دولة تبعوتكم واكتبوا لنا بالتعليقات كم مخالفة طلع عليكم، ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وتنشروه بين أصحابكم وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، لأنه عم ننزل فيها أشياء مهمة لإلكم. تبقوا بخير.